نحب نبعث رسالة لك الناس اللي يحرقوا في الغابات. احنا ما عندناش برشا غابات ويحرقوا فيها، باش نقول لهم راهو ربما سيدي ربي ما عمره ما يغفر لكم ما فعلتوا. هذه جريمة الجرائم انه احنا بلاد فقيرة في الغابات وانتم ما تحرقوا في الغابات. ما ثم حتى جريمة بالنسبة لي اكبر من هذه الجريمة. والحاجة الثانية باش نقولها التوانسة، هي كانت خضرة لكن توا راهي غبرة، ولازمنا نرجعوها خضراء للأجيال المقبلة. وما ثمش يعني حاجة أشرف وأهم وأنبل من التشجير، ولهذا شجروا في كل مكان، اللي نجم يحط شجرة يغرس شجرة باش هالبلاد اللي كانت خضراء في عهد أبائنا وأجدادنا رجعوها خضراء لأحفادنا وأولادنا.